يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للبائن بينونة صغرى أن تحد على مطلقها، أم أن هذا خاص بالبائن بينونة كبرى؟ إذا بات وهي في العدة وهي رجعية، رجعية يعني لا له أن يرجع عليها لكنه مات، هي تعتد لأنها زوجة. أما إذا كان بينونة صغرى بمعنى أنه أخذ منها عوض، أخذ منها عوض، طلقها على عوض، فهذه لا تعتد لأنها بائن. بينونة صغرى بمعنى أنها أخذت منه عوضا، أخذت منه عوضا على الطلاق أو خالعته، هذه بائن بينونة صغرى. لو مات وهي في العدة ما ترث ولا تعتد عدة وفاة، تعتد عدة طلاق. نعم.